هذه المباراة أول تغيير اضطراري لفريق إشبيلية. ترك كريم زين لبنزيما في كرة صعبة لصالح فريق الريال. كريم بنزيما جول. كريم بنزيما عندما انطلق تذكر أديبايور. كريم بنزيما عندما انطلق تذكر مورينيو. كريم بنزيما عندما انطلق وروغ تذكر ايضا الكل من شكك في قدراته وامكانياته. ليس معناه ان نسجل هدف بهذه الكيفيه انه مكانته اساسيه في فريق ريال مدريد، ولكن عمل كبير ينتظره الا فالدانو من كان يؤمن بقدرات اللاعب كريم بنزيما. من عنده الكره لسيرجيو لأوزيل، رجعت له الكره، انطلق، فضل المراوغة الأولى ثم الثانية، وباليسرى يسجل ببراعة. كريم بنزيما يفتح مجال التسجيل للريال في ملعب رامون سانشيز بيخوان أمام فريق إشبيلية. Se vede, nu e gol, mingea nu a depășit cu toată circumferința linia porții, cel puțin așa văd. En el fondo mete el centro pasado, sabía que llegaba su puntero, subió al frente del ataque Carvalho y se le va desviado el cabezazo tras un buen manotazo estupendo del portero.